وليت كفاية لما قال أبني بيت اللي بتعطفنا دي حمادي دي تسوى بلد دي. نورت السيد يا ريس. الله يبارك له، الله يبارك له السيسي والله، الله يبارك له، ربنا ينصره على الأعداء والله. ولا فتح مشاريع حلوة وكويس وعملنا معاشات وكذا وكذا، وربنا يكرمه يا شيخ ويبعد عنه ولاد الحرام. بتقدم بجزيل الشكر للسيد فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما أحدثه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع نلاحظها جميعا، ومن ضمنها برنامج حياة كريمة. وفر لنا المي، وفر لنا الكهرباء، كانت الكهرباء تقعد بال 24 ساعة تمام، دلوقتي الحمد لله رب العالمين ما فيش كهرباء ما تتقطع تمام، وما فيش مية ما تتقطع معنيني تمام، والمجهودات كثيرة لسيادة الرئيس تمام، بشكره وهو سيادة رئيس الوزراء ودعمه الكامل للصعيد الريفي كله. أنا اسمي حسن شحاتي من ناي حمادي من الصعيد تمام، ومبسوط بالإنجازات اللي بيعملها سيادة الرئيس تمام. إحنا دخلنا في حياة كريمة من بعد سيادة الرئيس والإنجازات اللي بيعملها والمشروعات الضخمة اللي إحنا بيعملها، حسينا بنفسنا وحسينا بقيمتنا بعد سيادة الرئيس، وبشكره على المجهود العظيم اللي الاهتمام اللي قايم به بالصعيد والاهتمام اللي إحنا حسينا بنفسنا. ما كناش لاقيين نقطة المية نشربها، دلوقتي مع سيادة الرئيس في مية، في حياة كريمة، والمشروعات الضخمة اللي بيعملها في شركة السكر والمشروعات الكبيرة اللي احنا ما كناش حاسين بيه تمام، دلوقتي حاسين بكياننا ونفسنا والطرع اللي بتتبطن دي تمام، والأراضي اللي اتزبطت كلها. كفاية تكافل وكرامة وحياة كريمة يا حاج العملها والله، والله كفاية لما قال ابني بيت اللي بتعطفنا دي حمادي دي تسوى بلد دي. اهلا بحضرتك يا ريس، نورت الصعيد يا ريس، كلنا بنحبك يا ريس، وبنشكر حضرتك على مجهوداتك العظيمه اللي انت قدمتها للصعيد خلال فتره رئاستك السابقه والفتره الحاليه. احنا بننعم في عهدك بانجازات لم يسبق لها مثيل في الفتره الاخيره. يعني احنا لو 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 عايز نقول لك ان اللي حصل في مصر منذ تولي فخامتك الرئاسه والنظره اللي حصلت للصعيد لم تحدث منذ قرون. الله يسيس اللي احسن رئيس ماله، وربنا يوفق وربنا يوفق وربنا يكرم ان شاء الله الناس كلها مع بعضها الغني مع الفقير.